تعالوا نروح لتقرير الحقيقة أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. أطلقت الجلسة الأولى من ورشة عمل حول دعم ورصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إنتاج واستخدام أمثل لبيانات النوع الاجتماعي، والتي جاءت بعنوان أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لها. كان ذلك بحضور دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، والدكتورة أيضا مايا مرسي رئيسة المركز القومي للمرأة. تعالوا نشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية مشاهدينا ونهاية الأسبوع. تحت عنوان دعم وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إنتاج واستخدام أمثل لبيانات النوع الاجتماعي، شهدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يرافقها الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ورشة عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تهدف لمناقشة أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي وتعزيز إتاحة إحصاءات النوع الاجتماعي وقدرات مستخدم البيانات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي. خطة التنمية المستدامة منذ إطلاقها من 2016 المرأة فيها بتتبوأ مركز الصدارة فيها، ومحور واستراتيجية المرأة هي استراتيجية متقاطعة مع كل برامج خطة التنمية المستدامة. مش بس احنا بنتكلم على مستوى الخطط، ولكن بنتكلم على مستوى التنفيذ. لما بنبص النهاردة بنلاقي ان في إرادة سياسية لتمكين المرأة، فبنلاقي ان احنا عندنا النهاردة 8 وزيرات موجودين في الحكومة المصرية، ومش بس نسبة، النسبة هم نسبتهم قد ايه، ولكن الملفات اللي بيتولوها هي كلها ملفات هامة، ملفات في محور عمل الحكومة وفي قلب عمل الحكومة. عندنا 89 برلمانية فاعلة جدا في البرلمان المصري. عندنا أيضا في الجهاز الإداري للدولة النسبة يمكن هي 25% نسبة الإناث في الجهاز الإداري للدولة، ولكن لو بصينا المراكز القيادية بنلاقي على مستوى المحلي عندنا 14 محافظة نسبة المرأة في المراكز القيادية تتعدى 50%، فدي نسبة مهمة جدا. ولكن احنا بنؤكد دايما ان المرأة عشان تتولى مراكز قيادية ده بيكون عن جدارة وعن استحقاق. هي بتعتبر ورشة عمل اليوم ورشة مهمة جدا، احنا بنتكلم في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ل 2030، ويعتبر عنصر المرأة ده من اهم العناصر الموجودة في المرأة. النهاردة كنا بنناقش بصفة عامة الاستراتيجية اللي موجودة، ايه ما تم تنفيذه وما تم انجازه من مؤشرات، وتعرضنا لبعض النسب اللي بتحقق الاستراتيجية. احنا عندنا طبعا عندنا 17 هدف موجود في الاستراتيجية بتضمنه 169 مؤشر. يمكن عندنا هدف برغم ان كل المؤشرات الاهداف كلها بتختص بجزء عن المراه، الا ان في عندنا هدف خاص اللي هو الهدف رقم 5 ده بيتكلم عن المساواه بين الجنسين، وده كله تم من اهميه الموضوع تم افراد هدف بالكامل لمؤشرات المراه. فاليوم النهارده كنا بنهتم بالتنسيق بين المجلس القومي للمراه والجهاز المركزي واليون وومن وكل جهات المنظمات في تكاتف لتحسين المؤشرات الخاصه بالمراه. تناولت الورشة على مدار جلساتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي من أهم أسسها تحقيق المساواة بين الجنسين، إضافة لاستعراض التقرير العالمي للرصد الصادر من هيئة الأمم المتحدة لتحويل الوعود إلى أعمال، بجانب المؤشرات الخاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين في رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتمكين المرأة. كما تعرف أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة لديها استراتيجية للأربعة أعوام القادمة في مصر، نحن نعمل على عدة برامج تستهدف تحقيق الاستراتيجية الوطنية، فمن خلال قوة المرأة وعن طريق النقاشات السياسية والاقتصادية نستطيع أن ننهي العنف ضد المرأة بكافة جوانبها، مثل التحرش الجنسي والعنف المنزلي وتوعية الأطفال والرجال بأهمية المساواة بين الجنسين في الدولة. المؤشرات اللي لسه الحقيقة عندنا متعثرة جدا هي مشكلة البطالة، وبطالة النساء لازالت أعلى كتير من بطالة الرجال، وده الحقيقة لأنه مرتبط بالقيم السائدة، والقيم السائدة اللي احنا بنرصدها أيضا عشان نفسر هذه الظاهرة بتقول أنه في تفضيل لإعطاء الإناث الوظائف على حساب الذكور حتى لو كانوا لهم نفس الكفاءة أو أعلى بالكفاءة.
تعزيز التعاون والحوار بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية مع دعم مشاركتهم في تنفيذ رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، هو ما سيساعد على تغيير الفجوات بين الجنسين في المجالات المختلفة بصورة أسرع. عمرو موسى، نهاية الأسبوع.